اصحابي صفحتي في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من صبيان وبنات. زي ما انتم عارفين معانا كل يوم سبت الساعه 2 الظهر صفحتنا على الفيسبوك اسمها برنامج صبيان وبنات. بتبعتوا لنا عليها ايه؟ بتبعتوا لنا عليها لو عايزين تيجوا تحضروا معانا في الحلقه، عندكم اي صور اي فيديوهات عايزين توروها لاصحابكم، عندكم صور كتيره وعايزين تشاركوا فقره البوم صوري ابعتوها لنا ونيجي نتكلم عن الصور والذكريات والرحلات. كمان لو عندكم اي معلومه عايزين تشاركوها لاصحابكم، عايزين تعيدوا على اصحابكم، عندكم رسومات اي حاجه اي حاجه ابعتوا لنا بس على صفحه واحنا هنكلمكم وتيجوا تحضروا معانا هنا وتتكلموا عن كل حاجاتكم. حلقتنا النهارده مهمه وهنتكلم فيها عن ازاي اعرف اتصرف لو حصل اي موقف اتصرف فيه ازاي. هنتكلم على اكتر من موقف واصحابنا هم يردوا يقولوا لنا يتصرفوا ازاي ونشوف ده صح ولا غلط، مع الايميلات مع مخمخ مع شفيقه مع حاجات كتير قوي ومع حاجات هنعملها بايدينا. جهزوا نفسكم كده واقعدوا قدام التلفزيون عشان بعد الفاصل هنتفرج على حاجات ازاي نعملها، نعمل مشغولات يدويه بايدينا بحاجات بسيطه جدا جدا، فقره حلوه قوي قوي قوي. نطلع الفاصل ونرجع نبدا على طول. يلا بينا نرجع ونكمل على طول. خليني ارحب على طول بمس رضوى اللي هتعمل حاجات حلوه النهارده. ازيك؟ الحمد لله. اهلا بيكي. الحمد لله. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل محفظه. هنعمل محفظه. الله حلو. دي لا من غير فلوس. دي بنعملها بالقماش، حاجه بسيطه كده لو عندنا عيد ميلاد او حاجه وعايزين نتصرف، عايزين نجيب هديه لصاحبنا او ماما او بابا او اي حاجه. او ماما صح؟ ماشي اوكي. تيجي تساعد الام؟ اتفضلي. تمام. احنا الاول بيبقى عندنا القماش، بنجيب قطعه قماش نقيسها 20 سم في 20 سم مربع. 20 في 20. تمام. تمام. وبعد كده بنتنيها جزء كده وبنستخدم مسدس الشمع. يبقى ناخد بالنا عشان ماما تكون معانا ولا حاجه، عشان ايه؟ احنا دايما بنقول المقص او مسدس الشمع لازم حد كبير هو اللي يستخدمه. تمام. بنتنيها كده اوكي الناحيه الثانيه. تمام كده. تمام. ومن فوق برضو. نقفلها من هنا وكده. لا ايوه هيبقى بوك مش محفظه. لا لا هنقلبه محفظه. هنقلبه محفظه. ركزوا عشان الفكره جديده وتبقى سهله جدا، تلاقي نفسكم عاملين محفظه انتوا اللي عاملينها. تمام. هي كمان ليها كذا طريقه، ممكن تتعمل كده وتبقى وتحط لها حاجه وتبقى شنطه ونزينها هنا. صح. عادي. جميل. تمام. وممكن نعملها محفظه برضو. ماشي. شايف المحفظه شكلها حلو. ماشي. وبعد كده بنجيب شرايط ونلزقها برضو على الجناب كده عشان نداري الحته دي. اوكي. شريط الناحية التانية. شريط الناحية التانية لونه أبيض. أي لون بقى يعني؟ آه. بيبقى على حسب بقى كل واحد عايز ايه. كده. حلو قوي. تمام. كمان. ماشي. بعد كده بقى بنجيب بحاجة اسمها سكوتش. ده بي... اللي بيلزق. اللي بيلزق من الناحيتين. ايوه بالظبط. بنحط هنا واحده هنا واحده هنا. لا احنا بنلزقه. أوه. على ناحيه واحده. اوكي كده. والثانيه نفكها. لا الثانيه بقى بص، قبل ما نعملها لازم نتني ثانيتين. ثانيه كده وبعدين ثانيه كده. ثانيه كده. تمام. قبل ما نلزق بقى. ايوه كده صح. لازم نساوي الايه؟ الزيادات والاضافات عشان يبقى شكلها حلو. بالظبط. الفينش بتاعها هيبقى شكله لطيف كده. بقى هنلزق السكوتش الناحيه الثانيه. نلزق بقى الناحيه الثانيه كده ويبقى هو اللي بيفك ويبقى. ايوه كده بقت محفظه. بسرعه جدا بقت محفظه جميله خالص. حلو خالص. تمام. تمام. دي كده محفظه. اها. هنزينها بقى. نزينها طبعا. نزينها بقى. تمام.
احنا كده بقى نرسم دب. انا عاجبني المحفوظه اللي اوديها لاصحابي دي المحفوظه قوي جميله خالص. دي ايه المحفظه؟ هو ده السكوتش اهو. نفتح نلاقي كده وبعدين نلاقي السوسته يعني يمكن نلاقي فلوس جوه. انا بص مفيش اي حاجه دي كده هي محفظه سوسته وبعدين نقفل تاني. دي كده واحده ودي كده واحده وتبقى معانا المحفظه بقى. بسيطه خالص وسهله وجميله وخفيفه ونقدر اي حد يعملها ونديها هديه لاصحابنا. قلنا قبل كده كتير ان لما بندي هديه لحد من اصحابنا حاجه احنا اللي عاملينها بيفرح بيها جدا جدا واحنا نبقى فرحانين بيها جدا جدا عن ما نشتري احنا حاجه من بره ونديها له هديه. في كل الاحوال الهديه جميله جدا لازم نفضل نهادي اصحابنا طول الوقت. صح كده؟ صح. عملنا ايه بقى؟ عملنا رسمنا على البولي كريب تمام دوب شكل دوب وقصناه بقى شكله كده تمام نحط شكل الدوب ده نلزقه برده بالمسدس. رسمنا وقصينا موضوع سهل خالص. وفي كمان اللي هو اللي بيلمع ده ممكن احنا نعمل بيه نزود بيه الاشكال. اوكي ده اللي بيلزق على طول. ايوه ده بيلزق. أوكي. على طول بولي كريب اللي بيلزق على طول. ايوه ممكن نستخدمه كده. ايوه صح. دي محفظه بنوتاتي ودي محفظه تمام. وعملنا الايد كمان. عملنا الايد بتاع الدبدوب. ده بيعمل لنا ايوه ده جميل خالص حلو جدا. على حسب بقى كل واحد بيبقى عايز شكلها عامل ازاي. بس كده في خمس دقايق عملنا محفظه حلوه جدا. انا هاخدها هديه المحفظه دي بقى. المحفظه دي خدها عندي بقى. عملنا محفظه بشكل بسيط خالص وليها سكوتش بتتفتح وتقفل عشان ما تبقاش فيها حاجه تقع. ممكن نفتحها ولما نفتحها نلاقي فيها سوسته نحط فيها فلوس او ورق او حاجات صغننه كده اهو عامل لنا باي باي اهو. في خمس دقايق بالظبط عملناها. حاجات سهله كلها وبسيطه وممكن اي حد من اصحابنا يعملها. بس نخلي بقى استخدام المسدس للشمع واستخدام المقص لازم يكون في حد كبير هو اللي بيستخدمه. طيب نعمل ايه كمان؟ هنعمل بازل بالعصايات الستيك دي. اوكي دي تمام. ده بازل سهل جدا ممكن اي حد يعمله ونتسلى بيه ونلعب في الاجازه. والاجازه جايه بقى نلعب ونلعب باللعبه اللي احنا عاملينها بايدينا أيوة. جديده بقى تمام. يلا ماشي. بجيب الستيك كده واحطه بالطريقه دي كده قدام بعضه تمام. وبعد كده برسم رسمة على قد المجموعة دي كده مع بعض تمام تمام. بحطهم جنب بعض برسم رسمة على قدها. على قدها بالظبط عشان ما تطلعش أكبر أو أصغر تبقى فيها أي مشكلة تمام. وبعد ما أرسم الرسمة على الورق الملون بقصها كويس. فكرتها كمان جميلة خالص. احنا النهاردة عاملين خضروات ممكن بقى نعمل اي حاجه تانية فواكه. او اي حاجه احنا عايزينها. ماشي بنعمل كده دايره تمام. وبعدين نلزقها كده. ممكن نلزقها بمسدس الشمع او بالغيره عشان اصحابنا يبقوا فاهمين احنا رسمنا على الورق وبعدين هنلزقها على الستيك. الستيك اللي احنا عملناه. اوكي تمام. نلزقها ونثبتها كويس تمام. بعد كده برضو بنزود لها حاجات. هنرسم بقية الطماطمية دي طماطمية. فكرتها بسيطة خالص وما تجيش على بال حد لكنها هايلة حلوة جدا. نستنى بقية الطماطمية نقصها. بعد كده هنقصهم صح كده؟ مش عايز احرق المفاجأة بقى. وكمان ممكن تنفع لل يعني تبقى تعليميه. تبقى تعليميه مش صح. مش شرط بس تكون لعبه لا صح. وممكن بقى نعمل جوائز كمان. نعمل المسابقه دي واللي يعملهم صح يجمعهم صح يكسب جايزه على طول. يكسب بقى محفظه اللي احنا عملناها. احنا عملنا البازل وعملنا الجايزه. حلو جدا. نلزقها برضو. نلزقها. كده
حبه طماطمايه تطلع حلو خالص. انا عايز بس صحابي يشوفوا الفكره قبل ما نبدا نقطع كده. اه كده اهو كده دي اهو ماشي. دي كده الشكل، احنا حطينا الخشب كله جنب بعض ولزقنا عليه الرسمه كامله. ايه اللي هيتحصل بعد كده؟ بعد كده بقى بنجيب القطر بتاعنا ونقصها كده، نقطعها علشان تبقى اجزاء. ايوه بس لازم برضو حد كبير اللي يستوعب. وبعدين بنقص كده، نقص مع الرسمه مع مع كل بين كل خشبه وخشبه. فالفكره ان هم هيتفصلوا عن بعض، بعدين بقى فكره البازل ان احنا نجمعهم، يعني نلخبطهم ويجوا اصحابنا يجمعوهم يكسبوا في المحفظه اللي احنا عملناها. كده احنا قلنا اللعبه. الاطفال بيحبوها جدا. فكره جميله خالص. وبعدين الام كمان بتعمل الحاجات دي وتلخبطها كتير بالنسبه للاطفال الصغيرين خالص. صح، عشان تعرفهم شكل الفواكه والخضروات. لما نجمعهم نكسب الشكل النهائي. عملنا حاجات سهله وبسيطه ومفيده جدا جدا. الطماطمايه بوظنا شكلها ولا لسه؟ مش عايز الترابيزه مش مساعده. كده اهي الطماطمايه الحمد لله. خلينا نجمعهم كده عشان اصحابنا يشوفوهم. يبقى ده كده الشكل. عايز اقول لهم الفكره هتبقى عامله ازاي. نجيبها هنا ماشي تمام كده. سي ايه معلش دي كده الفكره، عشان اصحابنا لو لسه مش فاهمين دول اهم. دي طماطمايه ودي الجزرايه وهم سلام، لكن احنا لما نيجي نلعب اللعبه مع الاصحاب هنلخبطهم بقى. هنلخبطهم، نجيب ده هنا ونجيب ده هنا ونجيب ده هنا كده مثلا، وبعدين نحطهم كده جنب بعض فهم مش مظبوطين. فتبقى فكره ان احنا نكون الشكل ده ونكسب المحفظه دي. دول الشكلين ودول المحفظتين اللي احنا عملناهم النهارده. دي كده الفقره بتاعتنا، فقره المشغولات. حاجات جميله جدا واتعملت بسرعه جدا جدا. نشكر جدا جدا مس رضوى، شكرا ليكي ومرسي. شكرا ان شاء الله نشوفك تاني قريب ان شاء الله. تعمل لنا حاجات تانية جميله جدا جدا. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنضم لنا اصحابنا في الاستوديو. يلا خليكم معانا. يلا بينا نرجع نكمل معاكم، وخليني اعرفكم على اصحابي اللي موجودين معايا في الاستوديو النهارده. بعد ما شفنا فقره المشغولات اليدويه يا رب تكون عجبتكم وتعرفوا تعملوا زيها. لو عملتوا زيها صوروها بالموبايل وابعتوها لنا على الصفحه على طول واحنا نعرضها على طول. اعرفكم بقى على اصحابي اللي معايا النهارده. اسمك ايه؟ مريم. مريم ازيك يا مريم؟ الحمد لله. اسمك جميل. عندك كام سنه؟ 8. 8 في سنه كام؟ داخله ثالثه. اهلا وسهلا يا مريم. اسمك ايه؟ حبيبه. حبيبه عامله ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه حبيبه؟ 8. اهلا وسهلا. سنه كام؟ ثالثة. ها اسمك ايه؟ جنى. جنى اخبارك ايه؟ كويس. كويسة. عندك كام سنة؟ 8 سنين. ودخلت ثالثة برضو؟ ايوه. دول من فصل واحد ولا ايه؟ اه ماشي. ونفس المدرسة. ساهر؟ ساجد. ساجد ازيك يا ساجد؟ اسمك جميل. عندك كام سنة؟ 8. 8 وفي سنة كام؟ سنة ثالثة؟ انا هبطل اسأل السؤال ده ولا ايه؟ اسأل سؤال ثاني؟ ماشي ماشي. اهلا يا ساجد. خلينا نعرف على اصحابنا هنا. ازيك؟ اسمك ايه؟ رودينا. ازيك يا رودينا عامله ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا رودينا؟ 7 سنين. الحمد لله مش 8. وفي سنه كام؟ داخله سنه اولى. اوكي. اسمك ايه؟ جنى. ازيك يا جنى عامله ايه؟ كويس. شفتك راح فين؟ بتغني بالليل ولا ايه يا جنى امبارح؟ ماشي. عندك كام سنه يا جنى؟ 9. 9 في سنه كام؟ داخله ثالثه. الو ها؟ ياسمين. ياسمين ازيك؟ الحمد لله. ايه ده انت لسه نايمه؟ لا اصحي كده، اصحي اصحي، احنا لسه هنغني ولسه هنعمل حاجات. عندك كام سنه يا ياسمين؟ 8. 8 في سنه كام؟ داخله. هم دول اصحابنا اللي موجودين معانا النهارده. انتوا اللي بتتابعونا من البيت، صفحتنا على الفيسبوك اسمها برنامج صبيان وبنات. ابعتوا لنا عليها لو عايزين تيجوا تحضروا معانا هنا وتقعدوا مكان اصحابنا هنا وتحكوا لنا عن كل حاجه عندكم. بعد الفاصل مخمخ والايميلات اللي انتوا بعتوها، خلينا نشوف مين بعت لنا وكتب لنا في ايه. يلا بينا يلا بينا. خليني ارحب بمخمخ واقول له ازيك يا مخمخ؟ ازيك يا عم احمد؟ اخبارك ايه؟ في حد بعت لنا ايميلات؟ هقول لكم معايا اول ايميل النهارده. اتفضل. بعت لنا فيه عرض المدرسه والاطفال هناك في كي جي 2 قدموا اوبريت جميل قوي اسمه محمد الجيش المصري. احنا بنشكركم جدا جدا ان انتوا بعتوا لنا العرض ده، وبرافو عليكم ان انتوا عملتوا حاجه حلوه جدا عن الجيش المصري. يلا نتفرج على جزء منها ونرجع تاني. رجعنا تاني هنشوف مين اللي بعت لنا الايميل التاني وكتب لنا فيه ايه. وصلتنا رساله كمان من صديقنا يوسف احمد غنيم وصديقتنا هنا احمد غنيم. أخوها الكبير يوسف عنده 21 سنة وهو بيحب هنا جدا وبيحب دايما يتصور معاها، وبيقول إن هنا هوايتها هي الرسم والتلوين والقراءة. وصديقنا يوسف بعت لنا صور كتير قوي قوي ليه هو وهنا وهم متصورين مع بعض عشان نتعرف عليهم أكتر. أهلا بيك يا يوسف. أنت وهنا يا رب دايما تفضلوا تتصوروا مع بعض وتفضلوا مع بعض على طول طول الوقت. خلينا نطلع نشوف الصور دي مع بعض ونرجع تاني بسرعة.
يلا بينا نرجع نكمل على طول ونشوف مين اللي بعت لنا الايميل الثالث وكتب لنا فيه ايه. وصلنا كمان رساله من صديقتنا ساره حازم احمد من محافظه بورسعيد. ساره عندها 7 سنين بتقول انها مبسوطه جدا جدا من الاجازه، بتقضيها حلوه قوي مع اخوها عمر اللي عنده 5 سنين، وعاوزه تهدي لعمر فقره الحدوده اللي بتحب تسمعها هي وعمر. اهلا بيك يا ساره واهلا بيك يا عمر، وحالا نعرض لكم فقره الحدوته. وبس الاول نشكر مخمخ، شكرا يا مخمخ. شكرا 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 يا عمو احمد. خلي نفكر اصحابنا يبعتوا لك على ايه. يبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك اسمها برنامج صبيان وبنات. يلا بينا نشوف حدوته الارنب الشجاع. وميرسي يا مخمخ، اشوفك يوم السبت الجاي. باي 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 باي. نطلع لفاصل ونرجع تاني. اهلا بيكم في فقره حدوته زغنطوطه، وانا ميرسي واللي فيها هنسمع لحدوتة الأرنب الشجاع، وهنعرف إزاي هو اتصرف علشان يدافع عن الحيوانات اللي في الغابة اللي هو عايش فيها. كان يا مكان في مكان في غابة فيه زرع كتير ونبات، كانت مجموعة من الحيوانات عايشة في سعادة، تجري وتلعب وتاكل وهي مبسوطة. وفي يوم من الأيام جه للمكان ده أسد جعان، وعجبوا المكان قوي لأنه كان شايف فيه حيوانات كتير عايشة فيه، والحيوانات الكتير دي ممكن يأكلها ويفترسها. عاش الأسد أيام سعيدة في حياته في المكان ده، لأنه كان كل يوم يصطاد من الحيوانات ويفترسها. وزادت كل الحيوانات وبقت عايشة في خوف وقلق ورعب من الأسد المتوحش. اجتمعت الحيوانات عند صخرة كبيرة في الغابة عشان يتكلموا مع بعض هيعملوا ايه مع الأسد المفترس ده. وقالت الزرافة: مفيش قدامنا غير اننا نسيب المكان ده لان هو قوي واحنا ضعفة. نط الارنب وقال بصوت عالي: ايوه هو قوي واقوى مننا، لكن احنا اذكى منه ونقدر بذكائنا نتغلب عليه. لكن كل الحيوانات ضحكت على كلام الارنب وما عجبهاش الكلام. قال الغزال: احنا نتفق مع الاسد اتفاق اننا كل يوم نبعت له حد مننا علشان ياكله، والحد ده احنا هنختاره بالقرعة، بس المهم يسيبنا ناكل ونشرب براحتنا وما يجيش جنبنا. وفعلا راحوا اتفقوا معاه ووافق الاسد، وبقت كل يوم الحيوانات تعمل قرعة ويختاروا واحد منهم يبعتوه للاسد عشان ياكله. وكانوا بيبعتوا معاه حيوان تاني زي مندوب يعني عشان يوصلوا للأسد. وكان الأرنب الصغير حزين على أصحابه اللي بياكلهم الأسد كل يوم من غير ذنب، ففكر في خطة ذكية عشان ينقذ باقي الحيوانات ويتخلص من الأسد. وجي اليوم اللي وقعت فيه القرعة والاختيار على الأرنب، وقال لهم: سيبوني أروح للأسد لوحدي وأنا هخلصكم منه. فوافقت باقي الحيوانات. بص الأسد لقى الأرنب جاي لوحده وافتكر انه المندوب اللي بيوصل الفريسة ليه كل يوم. قال بصوت عالي: انت ليه جاي لوحدك؟ فين اكلي؟ وقال الارنب: كان معايا ارنب زي، لكن اسد تاني هجم عليا وخطفه مني. اتضايق الاسد وقال: فين الاسد ده اللي اتجرأ وجه مكاني واخد اكلي؟ قال الارنب: راح باكلك عند البير. قام نط الاسد وقال: يلا بينا للبير عشان ارجع اكل. وقف الاسد على حافة البير وجنبه الارنب، وبص لمية البير فشاف الاسد صورته جنبه الارنب، وافتكر ان هو ده الاسد التاني ومع الفريسة. قال له الارنب: بص يا اسد، بص شايف بيبصلك ازاي؟ اتضايق الاسد قوي وقام نط جوه البير وهو فاكر انه بيهجم على الاسد التاني، لكنه وقع جوه البير وغرق. ورجع الأرنب لأصحابه وهو فرحان وقال لهم على اللي حصل، وعرفوا إن الذكاء بيغلب كتير القوة، وعاشوا كلهم في سعادة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. رجعنا تاني عشان نكمل معاكم، بس خلينا نتعرف على أصحابنا أكتر وأكتر ويقولوا لنا هواياتهم ومواهبهم وبيعملوا إيه في الأجازة وعايزين لما يكبروا يشتغلوا إيه. ممكن نبدأ بمين؟ نبدأ بمين؟ نبدأ بكي؟ يلا قولي لي بقى هواياتك إيه؟ القصص. قصص القراية ولا الكتابة ولا الكتابة؟ يعني بتكتبي قصص ولا بتقري قصص؟ بقرا. بتقري قصص؟ الله. قصص اسمها ايه او قصص بتتكلم عن ايه؟ عن الشمبانزي. الشمبانزي؟ واكتشفتي بقى معلومة جديدة؟ ايه هي؟ الشمبانزي ذكي. الشمبانزي ذكي، ايه كمان؟ حلو.
طب بتعملي ايه تاني غير قرايه القصص؟ بلعب رياضه. بتلعب رياضه؟ بتلعب رياضه ايه؟ كاراتيه. اه بقالك كتير؟ اه. ومعاكي الحزام ايه دلوقتي؟ البرتقال. برافو عليكي، حلوه جدا. مين اللي شجعك تلعبي رياضه بقى؟ تلعبي كاراتيه؟ مامتي. اوه برافو عليكي، حلوه قوي. وانت بقى لما تكبري عاوزه تشتغلي ايه؟ دكتور. دكتوره، اهلا بيكي يا حبيبه، ازيك؟ احكي لنا بقى عن هواياتك ايه؟ ايوه علي صوتك كده عشان اصحابنا يسمعوك بتقري قصص وبترسمي. طب اكتر قصه قريتيها وكانت حلوه عجبتك؟ مفيش حاجه عجبتك. طب امال امال هتقري ايه تاني؟ بس بترسمي ايه؟ طيب شجره. شجره، ايه كمان؟ ورد. ورد، الله حلو. ايه كمان؟ ماشي. عايز بقى لما تكبري تشتغلي ايه؟ دكتور. دكتوره حبيبه، ها زيك. هي هواياتك ايه بقى؟ قراءة. قراءة. بتقرأي ايه؟ قصص، كتب، روايات، مسرحيات. بتقريهم كلهم واستفدتي منهم كويس؟ طيب بتعملي ايه كمان غير القراءة؟ برسم. بترسمي ايه بقى؟ أكتر حاجة حلوة بترسميها؟ يعني رسمتي ايه حلو وعجب كل الناس اللي شافوه مثلا؟ ليه؟ كمبيوتر. رسمتي كمبيوتر؟ والله حلو. كان شغال؟ كان شغال الكمبيوتر اللي رسمتيه؟ طب حلو جدا. ده مش بيشتغل بالكهرباء؟ مش عملت الكهرباء. بيشتغل بغير كهرباء؟ مش بس انت لما رسمتيه هو كان. طيب قولي لي عايزه تكبري تشتغلي ايه بقى؟ دكتوره. ماشي. لا كلكم قراءه وكلكم دكتوره وبيحفظوكم؟ لا بريئه خالص. ماشي نيجي بقى هنا بقى. عامله ايه؟ كويسة؟ قولي لي هواياتك ايه بقى؟ بس بترسمي ايه؟ برسم شجرة. شجرة، الله. ورد. وعروسة. وشجرة وورد وعروسة. والعروسة دي كان اسمها ايه؟ سمكة. ما سميتيهاش؟ ماشي خلاص مش مشكلة بقى. طيب وعندك ايه تاني؟ عندك لعب؟ لعب ايه؟ لعبة المطبخ. لعبة المطبخ؟ بتعرفي تطبخي عليها؟ بتعرفي تعملي اكل ايه؟ اي اكل. اي اكل بتعمليه على لعبة المطبخ؟ طب وفي الحقيقه المطبخ الحقيقي؟ المطبخ الحقيقي. بتعمل حاجه خالص؟ اه. عايزين ننقل من مطبخ اللعبه للمطبخ الحقيقي بقى. ماشي قولي لي بقى لما تكبري بقى عايزه تشتغلي ايه؟ دكتوره. كلكم دكتوره؟ في حد مش عايز دكتوره؟ انت كمان عندك دكتوره؟ كلنا دكتوره. قولي لي بقى هوايتك ايه؟ انا اسمي جنى. جنى، هوايتك ايه يا جنى؟ ما عارف. بلعب. بتلعبي ايه بالراحه؟ بلعب مع صحابي. اه حلوه جدا. عندكيش اي هوايه؟ عندك رسم مثلا؟ عندك الوان؟ بترسمي ايه؟ طيب احكي لي يعني اكتر حاجه رسمتيها وعجبت الناس كلها. شجره. شجره، برافو عليكي، حلو قوي. عايزه بقى لما تكبري تشتغلي ايه؟ دكتوره. دكتوره، اوكي. ياسمين ازيك؟ صحصحي كده ياسمين، صحصحي. ها قولي لي هواياتك ايه؟ الرسم. رسمتي بقى ايه كان حلو؟ شجره. برضو. شجره برضو؟ كلكم بتسمعوا بعض؟ انتوا حد قال لكم حاجه؟ فين الشجره طب اللي انت رسمتيها؟ اهي اللي على البلوزه دي ولا دي ورده؟ دي ورده صح؟ لكن الشجره في الورقه بقى. طب ايه كمان رسمت؟ ايه كمان؟ طب انت ما فيش حد بيلعب رياضه؟ انا بلعب جمباز. ساجد هجيلك. طب ليه ما قلتيش بتلعبي جمباز بقالك قد ايه؟ لسه مش رحت. لسه مش رحت؟ امال ايه بلعب جمباز دي؟ هلعب جمباز ان شاء الله يعني. زمانهم بنوه؟ مش بيلعبوا جمباز. وانت ساجد اخبارك ايه؟ سنه. اسال ياسمين عايزه لما تكبري تشتغلي ايه؟ دكتور. دكتوره ياسمين، كلهم دكتوره. عندنا كده ستة دكتوره دلوقتي. ها هتاخد معانا حاجه؟ هتشتغل ايه يا ساجد لما تكبر؟ مهندس. مهندس ساجد. طب قول لي بقى هوايتك ايه؟ بلعب رياضه. ورياضه ايه؟ كوره. ايوه ايوه، برافو عليك. بقالك كتير؟ ايه بقى قد ايه؟ من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. احنا نسقف لك سقفه كبيره. وبتشجع مين في الكوره بقى؟ كريستيانو. بتشجع فريق مين؟ ايه ده؟ ما تفاجئش اي فريق في مصر؟ مين؟ مش عايز تقول مش لما تكبر بقى تشتغل ايه؟ مهندس. مهندس ايه؟ عارف قلت لي مهندس، عايز اعرف مهندس ايه؟ اي تخصص؟ ها؟ اي تخصص مش مشكلة؟ نخليها كده؟ اوكي. شفتوا بقى اصحابنا؟ هم دول اصحابنا اللي موجودين معانا. انتوا بتابعونا من البيت، صفحتنا على فيسبوك اسمها برنامج سبحان بلاد. لو عايزين تحضروا الفقره دي ابعتوا لنا بس اسمكم وعندكم كام سنه ورقم التليفون واحنا على طول هنكلمكم. نطلع نتفرج على حاجه هتعجبكم ونرجع تاني نكمل كلامنا. ارجع
أصدقائي صديقاتي الصبيان والبنات وحشتوني من الأسبوع اللي فات نشرة إخبارية جديدة يقدمها لنا ألمع المذيعين والمذيعات، وهيا بنا نبدأها معا بعناوين الأخبار. بكنام نقدر تصرح الشمسية هي الحل. عوضين معوض عويدة زعلان من كلمة وأنا مالي. وفستق أبو الفساتيق يعرفنا على التخفي عند الحيوانات. وعمكم الخبرة الدولية عثمان إدريس يقول اتعلم من غلطك. وإليكم الآن يا شطار تفاصيل الأخبار، إليك الميكروفون يا باكي. إزيكم يا أصحابي، أنا كنت خارجة من كام يوم، وعلى الرغم من أن الدنيا ربيع والجو المفروض كان بديع، لكن فجأة الدنيا مطرت عليا وبكبوكة شياكة شعرها ولبسها باظوا خالص. أوه لا لا، وبقيت مش عارفة ازاي اتصرف عشان ما يحصل ليش كده تاني. رحت حكيت لمامي على اللي حصل وقالت لي يا باكي لازم يكون عندك شمسية تنفعك في الصيف وفي الشتاء. قلت لها فعلا يا مامي، في الصيف هتحميني من الشمس وفي الشتاء هتحميني من المطر، وكمان هتحميني لو الجو غير فجأة زي اللي حصل. بس طبعا لازم اختار شمسية تكون حلوة وشيك تليق بشياكتك يا باكي. من كام يوم كنت ماشي في كفر العيال ولقيت الواد سميدة ابن اخو استاتي ماسك في يده صباعين موز، وبعد ما اكل وشبع رمى قشرة الموز على الارض. بصيت لقيت زيدان ابن عم حمدان عدى على الجشر وهو سهيان، هوب راح واجع على يده اتكسرت. قلت لازم اتصرف، نجحت على حمدان عشان يلحق زيدان، ورحت جري عشان اشيل جشر الموز من الارض عشان ما يوجعش حد تاني. مش هقول وانا مالي. وانا اتصفح على الانترنت وجدت معلومة عن التمويه عند الحيوانات، وتقول المعلومة ان التمويه عبارة عن تصرف الحيوانات للتخفي من اعدائها والبقاء على قيد الحياة، او يكون للاختباء لكي تتمكن من صيد فرائسها والحصول على غذائها، ويكون التمويه بالتغيير في شكلها أو لونها كما يحدث عند الأخطبوط الذي يتخفى بتغيير لونه في ثواني قليلة حتى يصبح مثل لون البيئة التي يعيش فيها، كما إنه يفرز سائلا أسود اللون كالحب لكي يستطيع الهرب من أعدائه. أنا عمكم الخبرة الدولية عثمان إدريس، وعاوز أقول لكم إننا مش عيب أبدا إننا نغلط، لكن العيب إننا نقع في نفس الغلط مرتين. لازم يا أصحابي لما نغلط نتعلم من الغلط اللي بنقع فيه، ونتعلم إزاي نتصرف لو وقعنا في أي مشكلة. والسلام ختام. يلا بينا بقى نرجع نكمل كلامنا، وعايز أحكي لكم على مواقف وانتوا تقولوا لي نتصرف فيها إزاي. خليني أقول لكم مثلا كده أول موقف. أول موقف معانا مثلا لو رن جرس الباب وانا قاعد في البيت لوحدي اعمل ايه المفروض؟ عارفه يا مريم؟ مش عارف. مش هتردي تسيبيه يرن كده؟ مش مين تاني؟ مين عارف حبيبه هتعملي ايه؟ طيب لو سمحت هسال واحد واحد. قولي لي يا حبيبه. مش هتفتحي. امي مش هنا. ممكن اقول الاول مين على الباب صح؟ ولا اقول مين الاول؟ برافو عليك. وبعدين اتاكد الاول مين اللي على الباب. ما ردش مفتحش صح؟ وبعدين ايه كمان؟ مفتحش الباب خالص وانا مش قاعد لوحدي. ولو كمان لازم اتاكد ان هو الشخص اللي هو اللي انا عارفه، يعني لو قال انا بابا طب انا عارف صوت بابا صح؟ لو طلع مش هو مفتحش الباب صح كده؟ طيب برافو عليك. الموقف التاني لو عندي حد صاحبي او واحد صاحبتي في التمرين او في المدرسة وغابت او عرفت ان هي تعبانة اعمل ايه؟ برافو عليك يا ساجد. اتصل بيه، اتصل بصاحبي او اتصل بصاحبتي عشان اروح ازورها. اتصل الاول اطمن عليهم صح كده، ولو تعبانين فعلا نروح نزورهم، ولازم نطمن عليهم. وقبل ما نزورهم طبعا نعرفهم في التليفون احنا هنروح نزورهم مش كده؟ طيب قاعد في البيت مع ماما او مع حد من اخواتي وفجاه تعب وانا لوحدي اعمل ايه حبيبه؟ قولي. اتصل. علي صوتك يا حبيبه انا مش سامعك. اتصل بمين؟ لا انا مش سامعك خالص. انا مش سامعك. اللي اصحابنا في البيت يسمعوكي علي صوتك. هتصل بماما وبابا صح؟ برافو عليك. هتصل باي حد كبير ماما وبابا في التليفون علشان اقول له مش كده؟ طيب حلو قوي كده صح كده. طيب حاجه كمان،
لقيت حاجه مش بتاعتي في الشارع او في النادي او في المدرسه، هعمل ايه؟ اسال دي بتاعت مين. اسال دي بتاعت مين؟ صح. ها، ممكن نعمل ايه لو لقينا حاجه مش بتاعتنا ولقيناها في الشارع؟ نقول ايه يا حبيبي؟ مش هاخدها. مش هتاخديها؟ ها، ممكن نديها للامن، صح، وخصوصا لو حاجه كبيره او مبلغ فلوس او مبلغ مال، ولو حاجه مثلا من الذهب، صح كده، ممكن او ساعه او اي حاجه اروح اديها لحد من الامن واقول له يبلغ عنها، عشان لو حد انتهت منه وضاعت منه حاجته يروح على طول يسال دي بتاعت مين. هيسال فين؟ هيسال في الامن على طول، صح كده. برافو عليكم، يلا نشوف نفسنا بقى جامد، سفر كبيره جدا. دلوقتي نطلع لفاصل صغير، وبعد الفاصل ده هنبدا نتكلم مع شفيقه ونشوف اخبارها ايه، وربنا يستر. اهلا بيكم يا اصحابي، معانا النهارده معلومات مفيده جدا. هنتعرف معاكم النهارده على حيوان مشهور قوي قوي بقدرته الرائعه على التخفي وتغيير الوانه، وهي الحرباء. الحرباء من الحيوانات الزاحفه ونوع من انواع السحالي، وهي اكبر فصيله فيه، في منها اكتر من 160 نوع. وهي حيوان انطوائي وخجول، مش بيحب يعيش في جماعات. وكمان الحرباء بتتميز بقدرتها على تغيير لون جلدها بسرعة كبيرة جدا في حوالي 20 ثانية بألوان تشبه بالضبط مع لون المكان والبيئة اللي بتكون فيها. يعني لو هي موجودة في مكان مليان خضرة هيكون لونها أخضر، ولو واقفة على حاجة حمراء هتغير لونها للون الأحمر، وهكذا. مش بس كده، ده السبب الوحيد اللي بيخليها تغير لونها، ممكن كمان لما تكون بتدور على شريك ليها في موسم التزاوج. وكمان حسب درجات الحرارة اللي حواليها، لو الدنيا حر بتلون جلدها باللون الفاتح علشان تعكس الحرارة، أما لو الجو برد فبتلون جلدها باللون الغامق علشان تمتص حرارة الشمس. بتتغذى الحرباء على الحشرات زي فرس النبي والذباب، وبيساعدها طبعا لسانها اللي طوله قد طول جسمها مرة ونص، وبيساعدها اللسان ده على انها تلتقط الحشرات بسرعة جدا في جزء من الثانية وفي منتهى السهولة، لان طرفه عريض وكمان لزج وطويل جدا. الحرباء بتحب تشرب المية الجارية، لكن لما بتقل المية بتاكل اوراق نباتات علشان تاخد منها المية. عين الحرباء ليها قدرة عجيبة في الرؤية، لان عيونها الكبيرة الدائرية بتقدر تلف وتدور في كل الاتجاهات، والغريب بقى ان كل عين بتشوف في اتجاه مختلف، وده بيساعدها على اكتشاف البيئة المحيطة بيها وكمان الاخطار اللي ممكن تهددها. اللي بيهدد الحرباء دايما وبتكون غذاء للكثير من الحيوانات المفترسة زي الطيور والتعابين. وللحرباء ديل طويل بيوصل طوله من قد طول جسمها، ومش بنحس بالطول ده لما بنشوفها لانه بيكون ملفوف، وبتقدر بالديل ده انها تثبت نفسها كويس جدا وبتمسك بيه اي شيء. قدم الحرباء كمان بيساعدها جدا على انها تتحرك بشكل ثابت ومتماسك، وتقدر تمسك اي حاجة بسهولة. رجعنا تاني عشان نستقبل صديقتنا شفيقه ونقول لها ازيك يا شفيقه. ازيك يا ام احمد، اخبارك ايه؟ انا كويسه بخير الحمد لله. الحمد لله. قالوا لي انك روحتي بورسعيد، بس انا الحقيقه مش عارف هي كانت زياره ولا فسحه ولا رايحه تعملي ايه. وبعدين بقى لأ، لما بتروحي مكان جديد بتعملي فيه مشاكل، فاحكي لنا كده ايه الاخبار. فعلا يا ام احمد انا رحت بورسعيد. فعلا عملتي مشاكل؟ لا، بورسعيد مكان جميل قوي، قضيت وقت جميل جدا جدا واتبسطت قوي لحد بقى ما حصل اللي حصل. استر يا رب. لسه بقول بتعملي مشاكل، ايه اللي حصل؟ انا بعمل مشاكل؟ مش انت بس، ايه اللي حصل؟ انا رحت بورسعيد احضر فرح بدوي ابن خالي عدوي. بدوي ابن خالك عدوي؟ ماشي. وبالمره كمان نعمل شوبينج بقى، يعني نشتري ترنجات، شرابات، حلويات كده، يعني اي حاجه على وزن ات ات ات. طب لحد دلوقتي كويسات. طيب انا وماما وبسيوني خرجنا علشان نشتري، ماشي، وبعدين دخلنا كلنا محل علشان نجيب لي بيسو اخويا تريننج، وفضل بسيوني 5 ساعات في المحل علشان يختار، لما زهقني كل شويه، لا ده طويل، لا ده قصير، لا ده لونه وحش، لا ده مش موضه، وانا بقى ماليش في الخنقه دي يا عم احمد. بصيت كده لقيت بره المحل واحد بيبيع لعب حلو قوي، ومن غير ما احس لقيتني خرجت عشان اروح اتفرج. بس للاسف يا عم احمد، للاسف
للاسف يعني. ايوه نسيت اقول لمامي ان انا هخرج اروح اتفرج. للاسف نسيتي؟ نسيت. ايه يا ماما اصل كانت مشغوله قوي مع بسونا اخويا. وبعدين عملتي غلط كبير. وبعدين خرجت بقى وفضلت اتفرج لحد ما لقيت لعبه حلوه قوي جريت عشان اقول لماما تشتريها لي. ابص يمين ابص شمال ما لقيتش ماما ولا لقيت بسونا. يا خبر عليك يا شفيقه. ما طبعا مش هتلاقيهم يا شفيقه. وبعدين عرفتي تتصرفي ولا عملتي ايه؟ ايوه طبعا عرفت. ده انا شفيقه نيه كونيه. ازاي؟ فضلت اجري من شارع لشارع عشان ادور على ماما. يمين شمال يمين شمال وعيط واصرخ واقول اه يا ماما يا حبيبتي يا مستعملا اه يا بسيوني اللي مزهاني ومطهاني وبتاكل حلويات. وفضلت يا عم احمد اعيط واقول الحقوني الحقوني انا تحت فينك يا ماما الحقوني. انت يا شفيقه عملتي غلط باكبر غلط تاني. بعدي عرفتي كل الناس اللي انت مش عارفين ان انت تهتي ان انت تهتي كمان. فعلا يا عم احمد كل الناس عرفت اني تايهه. ما طبعا حتى في واحده قالت لي تعالي ادور معاكي على ماما. بعدين انا شفيقه عينيها كونيها ما رحتش معاها لحسن تطلع بيضحك عليا وتخطفني لان مامتي قالت لي ما تروحيش في اي حد في اي حته يعني مع حد ما تعرفيهوش. نصحه. وسبتيها اصلا ليه من البدايه لوحدك؟ اه في اللحظه دي بقى يا ام احمد في اللحظه دي سمعت صوت من بعيد بيقول يا شفيقه يا شفيقه انت فين. بصيت لقيتها ماما وتوتة توتة خلصت الحدوتة. دي حدوتة وحشة خالص يا شفيقة. يا بس يا مام بقى بعد ما تروحي بورسعيد وتتبسطي وتعملي شوبينج وتجيبي حلويات وترنجات وحاجات تعملي كده يا شفيقة وتزعلي وتزعلي تزعلي ماما وتخوفيها وتقلقيها وتقليها عليك ينفع؟ ما هي اللي مشيت من غير ما تقول. انت اللي مشيتي وسبتيها من غير ما تقول لها. طيب يا مام عشان تفرق بس يعني. ماشي يا مام. هما كانوا بيشتروا حاجات انت سبتيهم وتحركتي لوحدك ده غلط. ما كنتش حاسة بنفسي بقى يا مام. ليه؟ لا الغلط التاني ان احنا بنقعد نزهق. طب ما انت لما تيجي تشتري حاجات وبتطولي في الشراء وتقعدي تنقي كتير بسيوني مش بيزهق وبيسيبك ويمشي صح؟ صح يا ماما. لما نكون رايحين كلنا مع بعض في حته كلنا نتحرك مع بعض صح؟ ما ينفعش حد يقول انا همشي كده اتفرج لوحدي وخلاص. طب وتوهي وبعدين بقى. بس انت عملتي حاجه صح. ايه بقى؟ لما حد جه قال لك تعالي ادور معاكي ما مشيتيش معاه. أيوة عشان صح. ممكن يكون صح زي ما انت قلتي ممكن يكون عاوز يخطفنا ومش عارفين يساعدنا صح كده؟ صح يا ام احمد صح. شكرا يا شفيقه وشكرا على رحله بورسعيد ويعني حاولي بعدين تعملي حاجات مظبوطه. حاضر يا ام احمد. حاضر. باي باي يا شفيقه. يلا دلوقتي نغني على طول ونشوف اصحابنا عندهم ايه عايزين يقولوا لنا. مين هنا هيغني حبيبه اغنيه ايه؟ دجاجه. انا مش سامعك خالص يا حبيبه. علي صوتك وتفضلي. دجاجه كبيره تعيش في الحظيره تبيت كل يوم بيتة كبيرة في كل صباح أمي أنا أعطيها مرة تسلقها ومرة تقليها. برافو. ها عندك أغنية؟ عندي نشيد. عندك نشيد إيه قولي لي؟ هيا نقرأ. يلا تفضلي. ألف باء تاء ثاء. هل صوتك؟ هيا ألف باء تاء ثاء هيا نقرأ يا شيماء. ألف أبني باء بلدي تاء تعد نحو المجد هذه بلدي أرض الكرم وطني وطني فوق الكمم. برافو عليكي مريم. عندك أغنية أو نشيد؟ طيب يلا مين هنا؟ رودينا عندك إيه؟ هاي. إيه؟ إيه؟ مش سامع. يلا قول يا رودينا مش سامع. هاي. أنتظ أنتظ برافو عليكي. عندك إيه؟ يلا نشيد تفضلي. نشيد أمي 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 أغلى الناس تسكن دوما في إحساس هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي وتعلمني حب الناس أمي أمي أغلى الناس. برافو. ياسمين عندك إيه؟ نشيد تفضلي. أجمل يوم في أيامي أذكر أني كنت أغني عن ثروتنا عن عزتنا هي أوطاني بالأحضان اشتقاوية اشتقاوية اشتمسان للحرية. شكرا شكرا يا ساجد. عندك ايه؟ مفيش. طيب يلا نسقف بقى لينا سقفه كبيره جدا 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 جدا. شكرا شكرا ليكم. شكرا ان انتوا كنتوا موجودين معانا النهارده. شكرا لكل اصحابنا اللي تابعونا. يوم السبت الجاي حلقه جديده الساعه 2 الظهر صفحتنا على فيسبوك ما تنسوش اسمها برنامج صبيان وبنات. وباي باي.